رحيل اخر جيل العظماء من برشلونه الحقيقه، يمكن لغايه اللحظه اللي ظهر فيها ميسي في باريس كان كتير من عشاق البارسا عندهم شك انه ممكن يرجع تاني. وخليني اقول لحضراتكم كمان انه في محاولات بالفعل، ويمكن بعض التقارير رصدت محاولات من البارسا لمحاوله استعاده ميسي قبل توقيع العقد مع باريس سان جيرمان، لكنها محاولات كانت يائسه او سميها باءت بالفشل. هيكون معانا من خلال فيديو كونفرنس خوردي باسكوال الصحفي بمجله زونا ميكستا الاسبانيه. بدايه طبعا يعني خليني اعرف منك، طبعا في حاله صدمه الحقيقه كبيره جدا، برحب بيك طبعا بدايه على شاشه النادي الاهلي. حاله صدمه عايشها كل جماهير البارسا مش بس في كاتالونيا او في اسبانيا لكن على مستوى العالم برحيل الاسطوره ليونيل ميسي. خليني اخد منك القصه بكل تفاصيلها، لانه عندنا تضارب كتير جدا في الاسباب اللي ادت رحيل الاسطوره الارجنتينيه من كاتالونيا. شكرا جزيلا لكوني معكم على شاشة قناة النادي الأهلي. بالفعل الخبر كان صادم على مستوى العالم، لكن أهم أسبابه باختصار هو أن لوائح الدوري هنا تعتمد على حجم الموارد لكل فريق. حسب حجم هذه الموارد تستطيع أن تنفق على الفريق، لكن بسبب جائحة كورونا كانت الموارد بها عجز كبير وقاسي. أستطيع أن أقول أن حتى لو جدد ميسي عقده بلا مقابل مادي فلن يقبل هذا العقد هنا حسب لوائح الدوري. كانت هناك محاولة لكن أن يكون راعي الدوري أو راعي لهذا العقد لكن لم يصل هذا. سينيور باسكوال خليني أتفق معك، وانت يمكن كنت احد المنضمين لحمله خوان لابورتا اثناء ترشحه لرئاسه البارسا، ولوائح الليجا بالتاكيد كانت معلومه بشكل كامل بالنسبه للابورتا. وعدوا لجماهير البارسا بالابقاء على ميسي، اتفاقوا مع ليونيل ميسي بالفعل على البقاء وعلى انهاء مسيرته في برشلونه، كان امر واقع. ايه اللي غير الامور؟ يعني بالتاكيد لابورتا من بدايه وعده لجماهير البارسا بالمحافظه على ميسي كان يعلم تماما ما هي قواعد مسابقه الليجا، وكان يعلم تماما وضع برشلونه المالي. ايه اللي اتغير؟ اولا نعم كنت في حمله لابورتا، اعتقد ان شعبيه لابورتا ستتأثر كثيرا، لكن ليس بسبب تصرفات لابورتا. أعتقد أن مشكلة لابورتا هو أنه تولى النادي في وضع مالي حرج جدا بسبب كورونا وبسبب الرئيس السابق لبرشلونة. بيقال أنه في بعض القضايا سيتم رفعها إما بشكل رسمي، يعني يقال أنه أحد أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة هيرفع قضيه امام المفاوضيه الاوروبيه بيتهم فيها باريس سان جيرمان بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وبالتالي محاوله ابطال او تعطيل صفقه ميسي وبي اس جي. ايه معلوماتك او ايه التفاصيل المرتبطه بالموضوع ده؟ لا هذا الموضوع ليس صحيحا. ميسي هو لاعب لديه عقد مع فريق آخر ليس به أي مشكلة. ميسي في هذه اللحظة هو لاعب حر يستطيع أن يتعاقد مع أي فريق، ولا يوجد أي شبهة غير نظيفة في هذا الموضوع. لم تطرح أي حلول تتعلق أو في محاولة للإبقاء على ميسي في برشلونة، يعني ما كانش في حلول بديلة تم مناقشتها أو طرحها في محاولة للإبقاء على ميسي في كاتالونيا؟ هنا في اسبانيا في برشلونه بالذات يقال ان في صحفي واحد فقط هو الذي قال انه كان هناك عرض في اخر لحظه لميسي، هو عن طريق المدير المالي للنادي وليس عن طريق رئيس النادي، لانه اعتقد ان المشهد بين اللاعب ورئيس النادي كانت في اسوء حالتها. هو صحفي واحد فقط هو الذي قال هذا، واعتقد ان العلاقه بين رئيس النادي واللاعب لا توجد حاليا. قبل وصول ميسي لباريس تم تداول بعض الاخبار اللي بتتكلم على محاولات اخيره من برشلونه لاستعاده ليونيل ميسي، ايه حقيقه الاخبار دي؟ وهل بالفعل كان في
محاولة للتفاوض أو للوصول للحصول على موافقة ميسي للعودة مرة أخرى لبرشلونة؟ لا، هذا الخبر غير صحيح أبدا. الأسبوع الماضي ميسي أنهى عقده وأنهى علاقته ببرشلونة، وكل المحاولات التي حاولوها بعد ذلك لم تكن صحيحة وكلها ضرب من الخيال.